سميتها البولفورونيس، وهي كتكون بواحد المكونات سهلة، كتجي بنينة ولذيذة. ونقدم المقادير: عندنا هنا 150 غرام ديال الزبدة اللي بحرارة المطبخ، عندنا هنا 150 غرام زبدة، قطعوها طراف باش كتجيكم سهلة. غادي ناخدو 150 غرام ديال اللوز اللي سبق لي سلقتو وقليتو وطحنتو، يعني طحنوه يكون شوية رطب. هنا 100 غرام ديال السكر الثقيل او سكر كلاسي، عندنا 1 معلقة صغيرة ديال القرفة، واللي كتعجبو القرفة يقدر يدير حتى معلقة كبيرة كتجي زوينة. وهنا 400 غرام ديال الدقيق اللي سبق لي هذا قليتو، يعني حمرتو ومغربو بطبيعة الحال. غادي ناخدو 1 القبصة ديال الملح باش كنقدو الذوق ديال السكر، غادي نضيف لها اللوز وغادي نضيف لها السكر كلاسي. كذلك القرفة، انا القرفة غادي نزيد شوية، 1/2 ملعقة ديال القرفة، حيت كتجي زوينة. كنعرفو بان القرفة هي كتنقص من مستوى السكر في الدم، وكذلك كتسيل الدم، فالناس اللي عندهم سيولة في الدم ما يستعملوهاش حيت هي خطر عليهم. كذلك النساء الحوامل ما يستعملوش القرفة. فكنخدموا هاد المكونات شوية بشوية تنحصلوا على واحد العجينة، بعد نضيفوا الدقيق وخصنا نحصلوا على واحد العجينة اللي تكون مرملة. فنخليكم معايا. فهنايا غادي نبدا نقطع هاد لي بودان او هاد الشرائط الطويله اللي كنت صوبتها ودرتها في الفيلم اليمونتير، ما تصور ليش داك المرحله، ودرت دخلتها للثلاجة او الكونجيلاتور مده ديال 1 ساعه. غادي تحاولوا تاخذوا واحد السكين اللي يكون ماضي باش تقدروا تقطعوها، لانها ملي كديروها يعني شرائط وتكون الثلاجة كتكون شويه صعوبه في التقطيع ديالها، بحال الفقاس. هنا ملي خرجت من الفرن كناخد هاد الاوراق هادي اللي خاصه بالحلويات، كتبع نموني الحلويات، وكنبداو نلفو بها هاد الورق هاد الحلويات على شكل بونبون، يعني حلوه كتعطيها واحد الشكل زوين وفي نفس الوقت كتحافظ عليها لان هي دغيا كتكسر. فغادي نستمر هكذا حتى نحصل على واحد المجموعه ديال الحلويات يمكن لكم تحتفظوا بها في صندوقه مغلقه، تقدر تبقى لكم حتى 15 يوم، يعني هي المواد كامله اللي فيها ما غاديش تبقى في الفرن اكثر من 10 دقائق، لان المواد اللي فيها كامله سبقنا يعني طيبناها. فكنتمنى ان هذه الحلوه تعجبكم، ما تنسونيش من الاشتراك والاعجاب اللي عجبكم من الفيديو، وتبارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا. وكنقول لكم شكرا جزيلا على الدعم ديالكم، وبصحة وراحة. مع السلامة، إلى لقاء آخر.